دابا عاد ساليت صحتي وبراحتي. دابا جيت ندير الروتين ديالي بالنسبه للابو. هاد الايامات هادي ديال رمضان حيت وجيشه حتى انا رمضان كيتعدى عليا كنولي حالتي حاله حيت ما كنشربش الماء بزاف وما كنشربش كاع السوائل بزاف. وخلاص هاد الايامات هادي راكم عارفين انا طاحت في الوزن، انا طيحت 14 كيلو دابا من شحال نقول لكم ضعفت بزاف. الناس اللي كيشوفوني كيقول لي واو ضعفتي بزاف، يعني الكاميرا ما كتبينش. غندير هاد الصابون هذا راه قرب يسالي، خصني نمشي نشريه ثاني. وغندير هاد الخلطه السحريه الملكيه ديالو صافي، وكنخليهم في لابو ديالي حتى لديك الوحده هكاك، وكنعاود نفس الحاجه. غنديروا هاد الشيء هذا باش نمشيو نجمعوا ونمشيو نوجدوا الفطور. شو دارك دايره؟ ويلي ويلي اختي انا دابا يلاه ما دوش في خاطري، جات وقفات عليا زليا فقط من جات وقفات عليا. انا دابا يلاه قطعت مع هادي المسكين قال لي شافني بالليل البارح ما نزلتش كاع بالدار، البارح زليا ما بغاش تنعس ليا بالليل وركبتها. الطبيب ديالي الا شاف الفيديو تيخرجني في الجورنال. ركبتها وبقيت كنتمشى بها في الشارع في الشارع تاعنا في هاد الكولوار هذا حتى نعسات. عاد باش حطيتها وهكاك وشدات في يد باباها قالت لك بغات بابا ينعس حداها حتى نعسات، ولكن تعذبت بالليل عرفتو راه ما نعستش كاع بالليل نهائيا. صافي منين شافني معذبه بحال هكاك وقال لي بلا ما ديري الفطور اليوم عيط على واحد الريستورون ديال كيديروا الدجاج وهادشي هذا باش ياخد الفطور من تما. قال لي غادي نديروا فطور دجاج بسلاطه هذا. قلت لي شنو واش نزيد الحريره ولا هادي؟ قال لي لا ما تزيدي والو، ولكن انا غندير واحد لي طاختوليت غنديرهم بالكريم باتيسري والبنان ضروري باش نزيدوا شي حاجه في الطبله يدويه. واخا انا راه الصراحه راه ما فياش يرلونج ما دابا دروينه اللي عندي ونشوف شنو ندير ديك الساعه. وانتم معايا انا ما كنجلسش، انا ما كنتصنطش اختي، ما كنتصنطش. البنات اللي كيقولوا لي علاش ما كتصوريش لنا، علاش ما كتصوريش لنا في رمضان الروتينات، انا دابا كنصور معكم اليوم الروتين. ولكن راه البنات راه وقع لي مشكل في الكوزينه ما كملاتش باقا كيف ما هي واقفه. علاش؟ السيد اللي كان مكلف لينا بالكوزينه دار معايا واحد العدد كل مره كيقول لي صافي. والمشكله واخد تقريبا اكثر من نصف الفلوس، كل مره كيقول لي صافي واخا صافي واخا نهار فلان فلاني نهار فلان فلاني. في الاخر منين جاب هذوك ديك اللعيبات والبلاكارات كلهم هذا سيليا سيليا ولات كتمشي للطواليت ولات كتلق لاشاص. يلا برافو صافي يلا برافو زيدي روغارد برافو يلا ولات كدير في الطواليت ديالها وتديها تخويها في الطواليت وتطلق لها شخص. قلت لكم صافي بقى ليا غدا اليوم اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتى حتى الاخر صافي. شفت انني غير كنضيع الوقت. سيري عند مامي تصاوب لك، سيري عند مامي تصاوب لك انا نصاوب لك. قلت لكم صافي النهار اللي جاب ما جابش كل شيء، جاب غير شي وحدين اللي غيدار الفوق والبلاكارات اللي غيدار الفوق وداك الشيء له علاقه. ما جاوش بلايصهم، شي كبير شي صغير، شي ناقصو هنا شي خاصو يتنقص من هنا شي خاصو يتزاد من هنا. صافي شفت فحال هكاك شي وحدين خلاهم هنا وشي وحدين تاهم. قال لي عادي صافي انا ندي ليه كلشي ونقول له الله يعاون صافي. ويلا شفت دابا معلم واحد اخر جا خدا العبارات باش غيصاوب ليا. عرفتو راه الباب ديال الطواليت بقيت كنتسنى، الشرج من الكوزينه بقيت كنتسنى. دابا راه شهر ونص راه بديت انا قبل ما رمضان شحال شنو نقول لكم، يعني بقيت بحال هكا ديال الطواليت والشرج من الكوزينه. كلشي شردانية كلشي ماشي ديال اب سيسيدوريس دي بونجور وشو صافا دابا لاباس عليكم بابا قولي السلام عليكم كابي إيساتا هاو مامو دارت تابليت يتشارجا تابليت يتشارجا قولي تابليت كابي يتشارجا ساسا شنو؟ إيسي يا سلام يا سلام رانتي يا سلام يا سلام يا هزياتي هزياتي شوف كتجيب لي صباط كبار منا دوك لي شاري لا هزياتي كنجرب لها صباط كبار كيبقاو محطوطين كتجيبهم لي هي كتجيب لي كتجيب لي
صافي المعلم الثاني رسل عليا الباب ديال الدوش وسال عليا الشرجم غدا ان شاء الله غيتركبوا صافي هادشي اللي كاين داكشي علاش ما كنصورش بزاف ما عنديش الكامه وبزاف ديال الامور تخربقات الامور بزاف اي ميتي اش نعطيك اي فيديو اري فيديو ها فيديو شنو هذا التويوال شنو التويوال سوبيلمان هذا ماشي سوبيلمان يلا ديريه ديريه قلت لك سوبيلمان قول لي سوبيلمان الو دي زيروزيا واو سبيديورمان 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 Thank you.
الله 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 على المفاجأة الكبرى. بيت سيليا شوفوا كيفاش داير. بيت سيليا وماما شوفوا الروينه اللي دايرين. فوا شنو خاصني نجمع تما البابيير؟ باقي ما كملتوش، باقي لي نص لهنا، خصو تيجي هذا كله نجمعوا الروينه. عندك البلاكارات فين تحطي الماء كنديرهم يتغسلوا، كنعاود نحطهم في شي بلاصه هنايا باش كنقضي بهم. لا حول ولا قوه الا بالله. صافي شوفوا الروينه اللي هي، الله يدير شي تاويل الخير. هادشي اللي نقول لكم.